معرب معرب صالح بن راشد دعبه، ولكن الخنجر الخنجر مع المصرقع المفره راح بالخنجر راح بالخنجر. الله عبد الرحمن بن سعيد المصرقع تستاهل فوز المفره بشوط القعدان والخنجر شوط مفتوح. مرحبا ومسهلا بريك، تستاهل خير وعافيه، الله يرحم والديك. معودنا يا ابو سعيد ومعود جمهورك على الحضور في اشواط الرموز. الحمد لله، توفيق من الله وجعلها عادة ما تنقطع يا ربي. امين رب العالمين. وش سلالته؟ سلالته به النايد بعير بن طحنون، وامها مهجنه منتج قدامه بكره مبيوعه وقعد يرصدها سيارة. ما شاء الله، يعني امها منتج. نعم وبيه منتج. مشاركاته قبل الرمز الليلي؟ سابق في التمهيد الثاني. سابق التمهيد؟ نعم. وبعد التمهيد الثاني؟ ما ضغط. لا ما ضغط، من يوم بحمناه من قيض، وانا اقول للربع ان شاء الله عندنا قعود رمز. قعدنا نسير عليه شوي اللهم لك الحمد لين جل الليل. ما شاء الله تبارك الله. كيف كم مسار في الشوط؟ قعود لاحق ولا دافع مع اللي دفعه؟ لا لاحق من وراء. الله ما شاء الله تبارك الله. وبشر عن مشاركه الحلال غير المفره. والله اللهم لك الحمد، اركضنا لنا اليوم حقائق الصباح منافس ثاني وثالث، اللهم لك الحمد. تستاهل الناموس يا ابو سعيد، وجعلنا موس دايم، وهذا الفوز والناموس لمن تهدي؟ اهديه لبي واهديه لعمي واهديه لاخواني وكل مشجعين الشعب. جعلنا موس دايم، والف مبروك هذا الفوز، شكرا جزيلا. وياك الله يرحم والديك، واقول ان ابو ذيب هو اللي صادق، ما شيء يسبق ما حد يعرفه. نعم. ما يسبق الا مطيه لها عوايد. يعني اللي رشحها ابو ذيب؟ ما رشحها، اقول لك ابو ذيب صادق ام هي يقول. انا اللي اول من قال الكلام هذا. نعم. ما هو بسابق مطيه انتهتي من الباب للطاقه، شوط الرمز يسبقها مطيه. يسبق المطيه سبوق. نعم. نعم. وش معنى اسم المفره؟ لان بعض الجمهور ينشد. المفره الجيد في كل شيء. جيد في كل شيء. وهو القعود جيد في كل شيء، وجعل ربي يوفقك وبيض على وجهك واسمع على مسمى. وياك الابداع.